مساكم الله بالخير. 2 ابريل بعد كذبة ابريل بيوم 2018، تسجيل من جوجل بيكسل 2 اكسل بدون اضاءة. جيني فترة اربط احداث، يعني فكرة تطلع او كلمة تطلع اربط القى نفسي مكان ثاني. مثلا الصبر على اذى الناس، الاذى مربوط بالصبر، الصبر مربوط بالحظ، الحظ مربوط بالقرآن، القرآن ربيع القلوب، والقلوب شواهد والشواهد على القبور، كل الناس ميتين، وش ماخذين من الدنيا؟ يعني شوف وين وصلنا. انتهيت من جدول المعالجات، وكان في أسئلة صعبة ما أحد يقدر يجاوبها بصراحة. يعني أنت مؤسس المعالج أدز له سؤال إيميل ما يقدر يجاوب. يعني من الأسئلة اللي ما لقيت لها إجابات واضحة الكاش المتعلق بالبروسيسور، خصوصاً معالج سامسونج. هو مذكور إنه كاستمايز. طبعاً لقيت مصدرين للنمس الثالث هذا. منقوس M3 شنو أصله؟ هو كاستمايز أكيد، يعني هو معدل اللي ظاهر بدون دليل واضح، هو بس قراءة الأرقام ومقارنة الكاش ومقارنة المعدلات والضبط بأن منقوس 3 M3 هو إيه؟ هو أرم كورتكس A75. يعني استمتعت والله وأنا أكتب الجدول، يعني كان صعب شوية لأن كثير معلومات غلط أصلا، يعني خصوصا معالج كيرن اللي الكل يطبله بالباطل. مو صحيح الأرقام اللي موجودة عليه، يعني مثلا مكتوب أن الرام 1866 ومو صحيح الأمر هذا، هو 1833. ناطر بس عدد الكورز، عدد أنوية معالج الجي بي يو لمعالج سناب دراجون 845، لأنه ما عليه كلام أبدا، ولأن المجهود كبير وراح أحتاج أحط لك روابط مصادر، فراح أسوي له موضوع في الموقع. يعني من زمان أنا ما كتبت الموقع، فراح تضطر ترجع للموقع علشان يساعدني في البحث إذا تبحث عن المعلومة هذه، ويساعدني في حصولك على المصادر والروابط. فاصل وراجع. من الأقوى بين هذه المعالجات؟ المفروض أن سناب دراجون 845 أقوى في الجي بي يو وأقوى في الدرايفر، لأن الدرايفر لها قيمة ترى، اللي هي تعريفات الدرايفر للمطورين والرومات وسرعة التحديث. بالنسبة لسرعة الإنترنت أبلود وداونلود، لأن في أبلينك وداونلينك، فسامسونج اكسنوس التاسع متفوق لأنه 6 كارير اجريجيشن الباقي 5، بينما الابلود 200 الباقي 150. راح اوريكم الجدول. سامسونج متفوق في سرعه الانترنت داونلود ابلود. في ضبط المعالج للسرعه الاعلى ايضا يتفوق معالج النمس هذا اللي هو A75 كاستمايزد 2.9، لكن سامسونج ضبطته على 2.8 على S9 بلس S9، لكن حتى لو انضبط على 2.8 ايضا هو الاعلى. صوتيات الاوديو تفوق لسناب دراجون 845، بعدين اكسنوس التاسع، بعدين كيرن 970. في الشحن السريع كوالكوم سامسونج بعدين كيرن. في شبكات الواي فاي كوالكوم سامسونج بعدين كيرن. في الاقمار الصناعيه كوالكوم بتفوق شاسع، بعدين سامسونج بعدين كيرن. لا والله نفس الشيء، كيرن وسامسونج متساوي. في سرعه ودعم الرام كوالكوم بعدين سامسونج بعدين كيرن. كيرن هناك. في السيكوريتي يعني المفروض ان اكسنوس من سامسونج المفروض انه متفوق لانه بالتعاون مع بلاك بيري وشيء ثقيل، لكن ترى كوالكوم مو بعيد عنه، بعدين كوالكوم بعدين كيرن. في دعم الذاكره الخارجيه والداخليه متساوين، لكني ارشح كوالكوم بعد لان كوالكوم سرعه تحديث الدرايفر اعلى. راح احط الجدول غدا ان شاء الله، راح يكون ناقص بعض الاماكن، راح تلقى لها اجابه بالمواقع بس خطا الاجابه هذه، انا ناطر ايميلات رسميه الاجابه عليها. أراكم على خير، تدعي عن انقطاع بس الشغل ماخذني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.